بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يعني في بداية ال يعني المفروض النهاردة هنتكلم على توضيح بعض البسيط كده لشابتر 6، المحاضرة رقم 6. بس الأول كنا عايزين نقول ملاحظة صغيرة جدا عن موضوع ال Object Oriented Programming بصفة عامة. لو حبينا نشوف يعني هو احنا من أول ما دخلنا في الجزء ده واحنا حاسين إن إيه يعني تقريبا احنا ليه بنعمل كده يعني. بس زي ما موجود في المحاضرة ليكتشر 4 ان هو الطريقة دي هي طريقة للتفكير في البرنامج. احنا قبل كده كنا بنكتب البرنامج كله في دالة المين، مجموعة من السطور ورا بعضها. ممكن نعمل البرنامج كده يعني، لو البرنامج كبر معانا يكبر مفيش مشكلة. بس الفكرة لو انت بتعمل برنامج لحاجة كبيرة جدا هتكتب سطور ورا بعضها كتير جدا جدا جدا، فالبرنامج هيكبر بشكل كبير فده مش هيبقى مناسب. فبدل التفكير في الموضوع ده، لا انت تبتدي فكروا هم فكره مختلفه. قال لك لا انت عندك في فكره مختلفه اسمها الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. لو حبينا نشوف تعريفها من خلال النت او موقع ويكيبيديا، لقينا كده ان الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بيعرفها انها ريبريزنتس ا بروجرامنج بارادايم، او زي طريقه للبرمجه. يعني انا كنت ممكن قبل كده برمج باي طرق، طريقه من طرق البروجرامنج بارادايم اللي موجوده عندنا في الايه في الجزء ده، كلها طرق كتير للبرمجه مش بس الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. لا، الطريقه اللي قبل كده ممكن نمشي بيها تمام. طيب الاوبجكت اورينتد بروجرامنج المفهوم الاساسي بتاعها ايه، او الفكره الاساسيه فيها؟ الفكره الاساسيه فيها ان انت ممكن تعبر عن البرنامج بتاعك او تمثل وتنفذ البرنامج بتاعك في صوره مجموعه من الاشياء او مجموعه من الاوبجكتس التي تتفاعل مع بعضها، تمام كده؟ طيب منها لغات كتير، يعني في لغات كتير بتعتمد المفهوم ده او الفكره دي، في سي بلس بلس، سي شارب، جافا كتير. لكن لاحظنا ان احنا واحنا بنبحث عن النت ان في مفهوم اخر عن الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. قال لك ان انت مش اول ما بتبتدي تكتب البرنامج او السوفت وير، لو انت هتبتدي تشتغل مثلا في برنامج كبير شويه، مش اول ما بتبتدي تقوم رايح تكتب على طول، لا انت الاول بتبتدي تعمل نموذج للاشياء اللي انت هتبتدي تبقى موجود عندك. فلذلك في شيء بحثنا عن لقيناه موجود اسمه الاوبجكت اورينتد موديلنج. الاوبجكت اورينتد موديلنج عباره عن ايه؟ عباره عن ابروتش او طريقه لنمذجه ابلكيشن. وده العمليه دي اللي هي الاوبجكت اورينتد موديلنج بتكون بتتم امتى؟ بتتم at the beginning of the software life cycle when using object oriented approach to software development. يعني انت لما تكون بتبرمج باستخدام object oriented programming علشان تعمل تطوير لسوفتوير، فاول مرحلة في دورة حياة السوفتوير بتاعك ان انت تبتدي تعمل له modeling، نمذجة. طيب الكلام ده برضو كلام كويس، بس قال لك بتتم ازاي النمذجه دي؟ الاوبجكت اورينتد موديلنج از تيبيكالي دون فيا يوز كيسز اند ابستراكت ديفينيشنز اوف ذا موست امبورتنت اوبجكتس. يعني الكلام ده مهم جدا، هنركز على الكلمات المهمه. كلمه يوز كيسز، يوز كيسز، لان الكلمه دي هنلاحظ ان احنا هنسمعها بعد كده ان شاء الله خلال دراستنا، وباذن الله ممكن تكون في سنه ثالثه في ماده من ضمن المواد. يبقى ان انت في البدايه قبل ما تبتدي تعمل البرنامج بتاعك بتبتدي تشوف ايه هي الاشياء الموجوده عندك، تعمل نمذجه للبرنامج الموجود عندك. ممكن ان انتم لو حبيت نشوف مثال، عايزين نعمل برنامج للاي تي ام، مكنه الاي تي ام، نبتدي نبص طب ازاي نعمل اليوز كيس بتاعتها، او نبتدي نعملها برنامج بالاوبجكت اورينتد بروجرامنج بفكره الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. فقال لك هنبص للاشياء، هنبص للبرنامج ده ونشوف مين الناس او مين الاشخاص او الاشياء اللي بيتفاعلوا مع السيستم بتاع الاي تي ام. فممكن نلاقي احنا عايزين نعمل اوبجكت للعميل، وعايزين نعمل اوبجكت للبنك نفسه، وعايزين نعمل اوبجكت ليه مثلا الراجل المسؤول على ان هو يفتح المكنه ويبتدي يدخل فيها الفلوس او يسحب منها الفلوس، الراجل اللي هو برضو بيفتحها يدويا، او راجل تاني اوبجكت ليه الشخص المسؤول عن الصيانه. فانت لو انت بصيت للموضوع في صوره اوبجكتس، ده بيبتدي يقلل التعقيد الموجود فين في النظام، حتى لو كان يبدو ان هو نظام بسيط زي نظام الاي تي ام.
لكن لو بصينا لنظام الاي تي ام، لو المشكله كبرت هتلاحظ ان النظام ده هو ان كان هو باين انه بسيط بس هيبقى نظام معقد. يعني العميل اللي داخل ده عايزين نتاكد ان هو يعني ايه هيتفاعل مع البنك،